طيب نبدأ مع حضراتكم النهاردة حلقتنا بخبر مهم جدا. طبعا كلنا كنا متابعين اللي بيحصل في أسوان الحبيبة والكلام عن حالات إعياء كتيرة كان بيدور الفترة اللي فاتت وتعب، وزي ما تابعنا كده مع حضراتكم الكام يوم اللي فاتوا، يمكن من شوية كان الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان عمل مؤتمر صحفي من أسوان، حضر فيه كل المسؤولين المعنيين بالموضوع منهم نائب رئيس الوزراء، وقال إن في مناطق في أسوان ظهر بالفعل فيها حالات نزلات معوية. طبعا مش معروف اسبابها لحد هذه اللحظه، ولكن ده خلى مدير الشؤون الصحيه يبلغ اجهزه الرصد في وزاره الصحه باللي بيحصل، وان الحالات دي عددهم حوالي 480 حاله وراحوا المستشفيات واشتكوا من نزلات معويه، وان الاعراض كانت بسيطه والكل الحمد لله تلقى العلاج. هنا وزير الصحه بينفي اي كلام انتشر على السوشيال ميديا عن ان المستشفيات في اسوان زحمه. طبعا ده احنا قريناه كتير الايام اللي فاتت ان المستشفيات اشغالها 100% وفي حاله توتر شديده، كل ده طلع الاشاعات، وقال ان نسب الاشغال نسب عاديه جدا زيها زي اي يوم، مفيش اي تكدس ولا اي زحام، وان متوسط الحالات اللي بتروح المستشفيات في اليوم يعتبر حوالي 18 حاله فقط. ومن اول ما ظهرت هذه الحالات بدات بالفعل الوزاره انها تشتغل على اكتر من محور، وعملت تحليلات كتير لأكثر من 500 بيت عشان يعرفوا بالظبط ايه هو سبب هذا المرض. احنا مع حضراتكم النهارده هنتابع كلمه دكتور خالد عبد الغفار، نسمع منه قال ايه ونرجع لكم مره ثانيه. يعني هو ده قدرنا ان احنا يعني نقعد نرد على الشائعات ويعني تستهلك من مجهودنا ومن وقتنا، وبكرر ثاني ان احنا لا يوجد عندنا شيء على مستوى الدوله نخشى منه او نخجل منه. احنا زي ما انا قلت احنا اعلنا كتير على يعني كثير من الحالات، يعني يمكن الاصعب بكتير، فما عندناش اي مشكله ان احنا لو لقينا، لكن احنا بننتهج منهج علمي الحقيقه، وبالتالي المنهج العلمي بيقول ان الفحص الظاهري للعينات الاسهال يؤكد وجود عدوى بكتيريه قولونيه اللي احنا بنسميها ايكولاي او البكتيريا الشرائكيه. هذه البكتيريا هي موجودة في أي شيء ممكن يبقى فيه تلوث، المية لو ملوثة بتنقل إليها، الأكل لو بيغسل بمياه ملوثة ممكن تنقل للحاضن، وفي الحالة دي هو الإنسان، وده اللي احنا طلعته المعامل المركزية في القاهرة من نتائج لتحاليل العينات اللي أخذت من عينات الإسهال أو عينات القيء أو العينات اللي جاية من المرضى المصابين، ومع طبعا اختلاف سلالات الايكولاي او البكتيريا اللي هي الاشركيه بيختلف حده المرضى، بمعنى ان في الطبيعي انها تكون حالات اسهال وقيء وارتفاع في درجه الحراره وغثيان بسيطه، ولكن في بعض السلالات المتحوره، وطبعا دلوقتي بقى الكلام على المتحورات سهل لان احنا مرينا بمتحورات كورونا، وكما يحدث في الفيروسات يحدث في الميكروبات، وبالتالي اللي أخذ وقت برضو ده رد تاني، انتوا سبتونا 6 أيام أو 7 أيام ليه؟ لأن احنا بنعمل تسلسل جيني للسلالات وبنعمل مزرعة للعينات حتى يمكن أن نخرج إلى حضراتكم بمعلومة علمية موثقة على عن سبب هذه البكتيريا التي يمكن أن تسبب الأعراض اللي احنا شفناها. مرة تانية هذه المجموعة من الميكروبات تنقل عن طريق الماء الملوث بالبراز أو الطعام الملوث بالماء الذي يحتوي على أيضا الميكروب، وهي مجموعة من البكتيريا السلبية اللي بتسبب عدوى في الجهاز الهضمي والمسالك البولية، وزي ما قلت في بعض الأنواع وبعض السلالات بتسبب مرضى شديدة، وخصوصا اللي عنده أمراض مزمنة أو اللي عنده استعداد للمرض نتيجة ضعف من المناعة، وتؤدي إلى تقلصات شديدة في المعدة وإسهال وقيء، وتنتقل عن طريق تناول مياه ملوثة زي ما احنا قلنا أو أطعمة ملوثة. الأعراض بتاخد لها ممكن من يوم إلى 5 أو 6 أيام، ويمكن في الفترة دي طبعا أن يكون هناك نقل العدوى، علشان كده النصح بالغسل اليدين وبالماء والصابون والنظافة الشخصية والوعي شيء مهم جدا. امال ليه حالات بتصل الى مرحله انها تخش الرعايات؟ طبعا فقدان السوائل والاملاح في الجسم لفتره طويله بيؤدي الى جفاف، والجفاف له اضرار ممكن تؤثر على الاعضاء الحيويه في الجسم وبما فيها الكلى. الحمد لله زي ما انا قلت احنا بقالنا 48 ساعه ما بيجيلناش حالات
من ال 16 17 18 حاله اللي بيترددوا علينا الا حالات بسيطه. ليه؟ لان الناس خلاص عندها وعي انها اذا في اي زياده في معدلات الاسهال والقيء بتلجا الى اقرب نقطه سواء العيادات المتنقله او المستشفيات او الوحدات الصحيه، بتتلقى العلاج البسيط زي ما قلنا اللي هو محلول معالجه الجفاف لتعويض الاملاح والمعادن في هذا الموضوع. طيب دي كانت كلمة دكتور خالد عبد الغفار اللي شفناها مع حضراتكم. ويا جماعة من فضلكم يعني بستأذنكم، واحنا كلنا مصريين وبنحب بلدنا، احنا داخلين على موسم سياحة شتوي، ويمكن أسوان إن لم تكن الأهم فهي واحدة من أهم الوجهات السياحية الشتوية للعالم كله، فمفيش داعي إن احنا بإيدينا اللي نكون مصدر أو جهة لترويج الشائعات لتخويف الناس لتخويف السياحة العالمية اللي بتنتظر بفارغ الصبر العمر كله إنها تلاقي فرصة تيجي فيها أسوان بلدنا. امبارح شفت فيديو في منتهى الجمال لشاب أسواني، يعني أنا الحقيقة مش متذكرة الاسم، كان بيتكلم عن الموضوع ده وبيرجونا جميعا كل المصريين ما نروجش الإشاعات لا حقيقة لها أو لا أساس لها، أكتر من إن احنا سمعنا دلوقتي من معالي وزير الصحة الأسباب اللي ممكن تكون عدوى جت مايكروب فيروس متحور، حاجات بسيطة، مفيش تكدس المستشفيات، مفيش الشائعات اللي بتنزل على السوشيال ميديا، الأعداد الوفيات بعد الشر اللي كتب عنها واللي اتقالت من مجرد شائعات على السوشيال ميديا. دي بلدنا احنا اللي نحافظ عليها، واحنا اهو بنأكد لحضراتكم كل مرة وكل خبر أو كل إشاعة هنرصدها يعني ممكن تكون بتخوف المشاهدين أو المواطنين هنفضل وراها ونفضل ورا مصادرها، يعني أو نأكد مصادرها الرسمية الحقيقية بإيه حقيقتها، نوعي المواطنين ونأكد لهم إنها مجرد شائعة لا حقيقة لها ولا أساس لها من الصحة أو موضوع متهول ومتكبر زيادة عن اللازم. ربنا يحفظنا جميعا ويحفظ كل حتة في أرضنا أرض الوطن.